نعود إليكم مشاهدينا، والآن نصل إلى فقرة ضيف، وفيها نستضيف عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي من الرباط للحديث عن القنصلية الأمريكية التي سيتم افتتاحها في مدينة الدخلة وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي في قرار الاعتراف بمغربية الصحراء. سيد الرماني أهلا بك. مرحبا بك أستاذ. إذن سيد رماني، ما هي المهام الاقتصادية التي من المرتقب أن تضطلع بها هذه القنصلية الأمريكية في مدينة الدخلة؟ طبعا القنصليات ما عندهمش مهام فقط دبلوماسية، أو يعني كيف ما كان الحال عندهم مهام كثيرة جدا، والمهام التي حددت حاليا إلى جانب الرمزية الدبلوماسية القنصلية الأمريكية فطبعا حددت لها مهام اقتصادية واستثمارية هامة جدا. لماذا؟ لأن الداخلة كمنطقة إفريقية مغربية إفريقية عندها هذا الطابع الاقتصادي السياحي التجاري الاستثماري، ومستقبلها موضوع على هذا المجال، باش يعني كتخدم جانب اللي كنهضروا عليه الآن اللي هو جانب اقتصادي واستثماري. نعم. ولكن كتبقى كمنطقة انتعاش إفريقية، كتربط داخل المغرب ما بين أوروبا وما بين إفريقيا، ولكن في نفس الوقت هاد الداخلة كمدينة عندها واحد الحضور. نعم. هي ماشي مدينة عادية، نعرفوها كأنها مدينة تشبه الجزيرة، عندها الواد، عندها البحر، عندها الرمال، عندها منطقة مهيئة من حيث المناخ ديالها، ماشي فقط للسياحة ولكن أيضا للملتقيات، للمؤتمرات، للرياضة، للترفيه، لغير ذلك. نعم، بحال كتهضر على لاس فيغاس في أمريكا، لاس فيغاس كلشي كان كيحقرها في واحد الوقت، يقول لك اش غيطلع منها منطقة في الصحراء، فإذا بها كتكون منطقة للصناعة السياحية، للرهان السياسي، لأحسن الفنادق العالمية. الآن الداخلة موجودة في هذا الرهان. الولايات المتحدة الأمريكية عرفات علاش حطت الجانب الاقتصادي والاستثماري في الداخلة، عرفات علاش؟ لأنه كان يمكن تكون قنصلية فقط يعني دبلوماسية، ولكن هي فضلت تعطيها وضع متقدم، وهذه خصنا نركزوا عليها. لما كتقول الولايات المتحدة الأمريكية أن القنصلية ديالها اللي كتحدثها في الداخلة عندها الطابع الاقتصادي والاستثماري، معناه أن الرهان أصبح موضوع على هذه المنطقة، هذه المنطقة اللي كانت كتبان قريب راها صغيرة 100,000 نسبة ولا 120 ولا غير ذلك، ولكن بدات كتنهض، فيها بزاف الفنادق الآن، فيها بزاف دور الضيافة، بزاف الصناعة السياحية، فيها مؤتمر جراند مونتانا اللي كينعقد كما كتعرفوه، اللي مهم على على كل المستويات، على أي حال، ولكن خاصة على مستوى التعاون جنوب جنوب. كنوصلوا الآن ما هو أهم، أن هناك طفرة الآن على مستوى مدينة الداخلة، على مستوى الصحراء والمناطق الجنوبية، على مستوى العلاقات المغربية الإفريقية والتعاون جنوب جنوب، على مستوى استقرار المنطقة، على مستوى محاربة كل أساليب التهريب والإرهاب وغير ذلك. معنى أننا نعيش فترة متغيرة جدا لصالح من طبيعة المنطقة الجنوبية، ولكن لصالح إفريقيا ككل. في هذا السياق سيد الرماني، ما هي القطاعات التي من المرتقب أن تتجه نحوها هذه الاستثمارات الأمريكية، والتي يمكن أن تؤسس لشراكة اقتصادية بين البلدين بمنطق طبعا رابح رابح؟ هو ما جاش المشروع الأمريكي هكذا كعشوائي. نعم. ولا كذا، طبيعة الحال أنتم كتعرفوا أنه كاين سفير أمريكي هنا، كاين علاقات دولية، كاين تطورات، كاين دراسات، كاين كذا، ولكن كاين ايضا رؤيه. 10 سنين الاخرى شفنا جلاله الملك محمد زايد، بعيدا عن الزيارات اللي قام بهم بجوج المنطقه الداخله، بعيدا عن المشاريع الكبرى اللي وجهها لهذه المنطقه، واللي من طبيعه الحال عندها هموم اقتصاديه استثماريه اجتماعيه، يعني كتهم ماشي فقط سكان مدينه الداخله، بل سكان الاقاليم الجنوبيه. نعم. بل سكان المغرب ككل، باش نكونوا واضحين في هذه المنطقة، وأيضا الساكنة ديال موريتانيا، ديال السنغال، ديال بوركينا فاسو، ديال مالي، يعني نحن أمام طفرة حقيقية ديال التعاون جنوب جنوب. الميناء المتوسطي اللي موجود في الشمال ديال اللي غيتوجد الآن، واللي بدا فيه إن شاء الله ابتداء من جونفي المقبل، باش كتبدا فيه العمل، من غيتهيئ ويكون موجود. هذا ماشي ميناء فقط اقتصادي او تجاري او سياحي او صناعي،
هذا ميناء غيعفيك من القرصنه اللي بدينا كنتعرضوا لها كما شفنا في الكركارات. هذا ميناء كيعفيك من القرصنه البحريه. هذا ميناء جا مقاد مع مناطق مع جزر الكناري. هذا ميناء جا مساير ما تسير عليه المنطقه من تعاون بغاه المغرب مع نيجيريا في اطار التعاون الكبير الافريقي، وبغاه مع مناطق الموجوده كلها في جنوب الصحراء يعني الإفريقية. اذا الان كنمشيو لواحد المشروع كبير جاي القدام غنستافدوا منه، خاصه انا كنتكلم عن الميناء الاطلسي، غنستافدوا منه من الطاقه المتجدده البحريه والهوائيه والشمسيه. غنستافدوا منه في الصناعات التحويليه اللي مرتبطه بالسمكيه ولا مرتبطه بالسفن، لان تما غيكون واحد الرصيف اللي هو ديال صناعه السفن. الان لما كنهضر على صناعه السفن، لما كنهضر على التجاره، لما كنهضر على التبادل التجاري كيف ما كان، لما كنهضر على الصيد البحري، لما كنهضر على الفيلاج اللي كيكون بحري، القرى البحريه، لما كنهضر على الانشطه المديره للدخل، اش كنهضر؟ كنتكلم في الجانب الاقتصادي، ماشي فقط على تنميه ديال البنيه التحتيه ولا اللوجستيكيه ولا غير، كنتكلم على جوانب اجتماعيه ما كتهمش فقط منطقه الداخله والذهب، بل كتمتد البجدور والسماره والعيون وغير ذلك، وكتمشي حتى لطنجة. راه كاين ناس من بني ملال كيعملوا الان كتجار او غير ذلك في الداخله او لا من كل مناطق المغرب، ولكن ايضا من افريقيا، من السنغال، من بوركينا فاسو، كذا كيجي موجودين في الداخله، موجودين في العيون، موجودين في الاقاليم الصحراويه. اذا لما كنتكلموا تفضلي. نعم سيد رماني، في هذا السياق هل يمكن لهذا التحالف وهذه الانطلاقة الجديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب بأن تجعل من الأقاليم الجنوبية للمغرب منطقة خصبة للأعمال تجذب استثمارات ناتجة عن شراكات ربما متعددة الأطراف في المنطقة؟ طبعا. علاش؟ احنا لما كنتكلموا على هذا المشروع ما كنتكلموش غير في إطاره السياسي. نعم، راه دائما امريكا كان موقفها من قضيه الصحراء كان واضح، يعني الان الاعتراف ديال سياده المغرب بالمناطق كان السياده الكامله على كل المناطق، كل التراب ديالو في الصحراء. مزيان، هذا هام من ناحيه التاريخيه، من ناحيه الدبلوماسيه، من ناحيه، ولكن لما كنجيو كنتكلموا على الجوانب الاقتصاديه، امريكا اصبحت عندها واحد النظره انه طبعا عندها علاقات تاريخيه اقتصاديه استثماريه مع المغرب، عندها علاقات تجاريه مع المغرب، ولكن هذه المنطقه ما تعرفه من ديناميكيه ما وجهه لها الملك محمد السادس من اوراش ضخمه، لا في المجال السياحي ولا في المجال الطاقه البديله ولا في المجال التجاري ولا في المجال الصناعي ولا في المجال التكويني ولا في المجال، يعني كيفتح واحد المنطقه اللي كانت فاتحة على إفريقيا ككل. إذا فهي منطقة يجب أن تكون مستقرة، ولكي تكون مستقرة فالسيادة المغربية تضمن لها هذا الاستقرار. نشفنا كما قلت أشنو وقع في القرقرات لما وقعت واحد الزحزحة، واحد التشويش، واحد الاستفزاز، كيفاش تعامل المغرب مع هذا الاستفزاز. إذا المغرب يضمن سيادة ويضمن استقرار ويضمن نمو لهذه المناطق، ونمو ليس فقط لخدمة المغاربة وللأقاليم الجنوبية، بل لخدمة دول العالم في إطار السلم، في إطار التنمية الاجتماعية، في إطار يعني استقرار دائم ومستمر، ويربط في إطار تعاون شمال جنوب، يربط أيضا كل دول العالم، ما بقيناش الآن مع أمريكا بل أيضا مع الاتحاد الأوروبي. راه هذه الخطوة اللي خداها، وهذه كنبغي نأكد عليها بزاف، هذه الخطوة اللي خدتها الولايات المتحدة الأمريكية ماشي عندها تأثير، راه أوروبا الآن عينيها، راه بريطانيا وإسبانيا بنفسها على أي اتحاد، وفرنسا والدول الأخرى كلهم عينيهم الآن على هذه المنطقة لقيمتها الاستراتيجية، لقيمتها المناخية، لقيمتها السياحية، لقيمتها التجارية. الآن هذه المنطقة أصبح يجب أن يضمن لها الاستقرار، أن يضمن لها هذا الاستقرار الدائم، ولكي يكون هذا الاستقرار دائم فالسيادة المغربية هي الضامن الوحيد، بعيدا عن النزاعات، عن الدوخيات، على شنو بغات هذه، على شنو بغات الجزائر، على شنو كيبحثوا من ألعاب. الآن نحن أمام الوضوح، العالم الآن كينتقل إلى مرحلة اقتصادية،
رحنا في مرحلة ما طيب من أجل تأسيس هذه كتسمى مرحلة ما بعد كورونا. طيب سيد الرماني من أجل تأسيس لهذه المرحلة الاقتصادية بشكل ناجح، هل لدينا اليوم الآليات الكفيلة بضمان هذا التعاون الاقتصادي السلس بين مختلف الدول التي عبرت اليوم عن رغبتها في الحضور القوي في الأقاليم الجنوبية للمملكة طبعا مع هذا التعاون يعني الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى هذا الامتداد الاقتصادي لهذا التعاون الجديد مع الولايات المتحدة الأمريكية مع ليس فقط يعني داخل المغرب بل حتى غرب إفريقيا وأيضا التعاون شمال جنوب أيضا؟ هذا سؤال هام وهذا سؤال هو المحوري في كل ما ذكرناه الآن، لأننا لما كنشوف الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ هذا القرار الكبرى استراتيجية العالمية والإفريقية، نحن نتكلم فقط عن إقليمية ولكن خصنا نشوف الأبعاد الأكبر. ما كان ليكون هذا القرار بهذا الحسم، وأنا كنت أتكلم عن الولايات المتحدة لا في عهد ترامب ولا في عهد اللي صفوا ولا اللي جايين، ولكن الآن نحن في مرحلة انتقالية هامة، راه ما يمكنش تكون اتخاذ هذه القرارات إلا لما تبنات واحد البنية لوجستيكية قوية أمنية، وهذه مهمة بزاف. الدور اللي قام به في المغرب في هذا التراب في هذه المنطقة على الواجهة الإقليمية بعيدا عن الصحراء اللي هي كتحتمي ليه ترابه، قام بواحد الدور كبير على هذا المستوى في إطار تأمين الحدود، في إطار التأمين الدولي، في إطار محاربة الإرهاب، في إطار ضمان الاستقرار، في إطار خلق التنمية، في إطار يعني واحد توازنات، في إطار الهجرة، في إطار غير ذلك، من اللي كيستقبل أبناء إفريقيا وكيرعاهم وكيوجد لهم خدمة وكيضمن، يعني جهود اللي قام بها المغرب ماشي سهلة نقراوها فقط من منطلق أن الولايات المتحدة اعترفت بالسيادة المغربية الكاملة، بل نشوفوا الأبعد من ذلك، نشوفوا المستقبل، نشوفوا الظروف اللي عاشها العالم، نشوفوا أشنو خسر العالم في هذه المرحلة الأخيرة على إثر السنة كلها ديال كوفيد، واللي خسر قبل على إثر الإرهاب، كل هذا الشيء ضمن ذاك الشيء اللي سولتيني عليه اللي هو الاستقرار أولا كبنية أساسية، البنيات التحتية الضامنة، شوف شحال من فندق الآن موجود، شوف شحال من دور الضيافة، شوف شحال من أنشطة كتقام في منطقة الداخلة، شوف شحال من نجوم عالميين ورياديين عالميين وخبراء عالميين كيجلسوا منطقة الداخلة. إذا لما كتجي القنصلية الأمريكية في الداخلة فهذه وضعت بعد دراسات دقيقة جدا أمنية تجارية استثمارية اقتصادية سياحية وايضا لضمان. الان الميناء ديال الاطلسي راه ماشي سهل، الميناء ديال الاطلسي كيزول لنا كل هذاك العمليات الاستفزازيه اللي كتوقع، كيزول كيتحارب مع القرصنه هذاك الميناء، ولكن ايضا كيضمن واحد النشاط تجاري ونشاط اقتصادي وضمان لمحاربه الفقر، لمحاربه الهجره، لمحاربه غير الشرعيه، ولضمان الاستقرار كما قلت، ولكن ايضا البطاله باش يحد منها المنطقه كلها، ما كنهضرش فقط على الاقاليم الجنوبيه اللي هي اقاليم كنقوموا بل ايضا لصناعات هامه جدا، السياحه يعني ضمانها، ايضا الصيد اللي هو كيكون سطحي رحنا كنضيعوا فيه واحد 2 مليون طن حدا حقنا ما كيضيع بعض المرات. الان هذا الميناء غيضمن ايضا هذه الصناعه التحويليه، غيضمن التصدير، غيضمن، اذا هو منطقه لافريقيا وليس فقط للصحراء. إذا باش نفهموا القرار الأمريكي خصنا نقراو بكل أبعاده، بكل تاريخه، لا السابق ولا اللاحق ولا الاستراتيجية، خصنا نقراو أيضا برؤية واضحة بأن المغرب سهر أعطى بزاف من الجهد ديالو باش يضمن لهذه المنطقة بنية تحتية قوية، أوراج كبيرة، انخراط واندماج عالمي لا في البيئة لا في الطاقة المتجددة لا غير ذلك، ولكن باش كيضمن هذا الشيء كامل كتجي الدول الاخرى اللي كتوضع القنصليه ديالها لا في العيون ولا في الداخله وكتزكي هذا العطاء، واللي غيجي من بعد الان فيه الاتحاد الاوروبي وحنا غنشوفوا بعينينا لان كل شيء كيتسابق من اجل الاستقرار، من اجل التنميه العالميه، ولكن تكون برؤيه حكيمه اللي كتضمن لنا احنا مصالحنا في المنطقه. سيد الرماني، الان تحدثنا عن هذا البعد الدولي وعن هذا الاشعاع الاقتصادي المهم للاقاليم الجنوبيه في سياق هذه الشراكات، دعنا الان نتحدث سيد الرماني عن الاثار الاجتماعيه لهذه القنصليه الامريكيه على ساكنه الاقاليم الصحراويه، على شباب هذه المناطق.
كيف سيؤثر افتتاح هذه القنصلية من الجانب الاقتصادي طبعا على ساكنة هذه الأقاليم؟ هو الحقيقة فعليا. لما كان نكون فعلا وهذا صحيح، لما كنا كنتكلموا على الدخلة، الدخلة كانت من ناحية البطالة مثلا، مادام كنهضروا على الاجتماعي، البطالة كانت يعني فيها انتعاش في واحد المرحلة، أنا كنهضر على قبل من الجائحة، كان فيها انتعاش سياحي هام جدا، كانت فيها أنشطة ريادية، كان فيها مؤتمرات كتقام. لما كنجيو كندير فيها أوراش أخرى، يعني أوراش للعمل للتنشيط للديناميكية اللي هي مضرة أولا للدخل. نعم. اللي هي يعني قرى سياحية وقرى للصيد البحري. نعم. ومناطق أرصفة، أرصفة في الميناء، هذا أرصفة تجارية وهذه أرصفة صناعية، وهذه الصناعية كتقصد بها لا ديال السفن ولا أيضا الصناعة التحويلية، وهذه أنشطة أخرى للتبادل وغير ذلك. لما كنمشي لهذا البعد وكنعطي ميناء كبير جدا مستوى اللي كتقام ب 11 مليار ديال الدرهم، كنجي وكنحطو على بعد 40 كيلومتر من مدينة الداخلة شمالها، كنجي كنمشي فقط لسكان الداخلة اللي هما 120 ألف ولا ما بين 100 و 120 ألف، لا أنا كنمشي لسكان الأقاليم الجنوبية كاملين، يعني لا العيون ولا السمارة ولا بوجدور ولا بكرع ولا غير ذلك. نعم. علما أن غير بكرع الأنشطة ديالها راه الانعكاس ديالها الاجتماعي هام وكبير جدا. إذا الآن كنمتد وكنخلق واحد المنطقة محورية هامة جدا كتربط ما بين المغرب وما بين إفريقيا، كتربط ما بين أوروبا وما بين إفريقيا، حاليا بعد إنشاء هاد القنصلية كتربط ما بين الدول الأخرى في القطب البعيد. نعم. يعني الأسيوية والأمريكية وما بين إفريقيا. إذا البعد له آثار اجتماعية، لا في البطالة ولا في الفقر، لا بحربة البطالة. نعم. ولا في الفقر ولا أيضا أنشطة المديرة للدخل. نشكركم جزيلا على كل هذه التوضيحات سيد عبد العزيز الرماني، كنتم معنا ضيفا من مدينة الرباط، شكرا على هذه التوضيحات وشكرا على حضوركم معنا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نعود ونلقاكم بعد لحظات، ابقوا معنا.